إذن عودة مرة أخرى إلى ضيفنا في الاستوديو أستاذ حسين عبد الرحمن محلل والكاتب السياسي. طبعا نتكلم عن مثل ما قلت قبل قليل أن هناك وجوه جديدة، يعني شريحة كبيرة من الطاقات الجديدة التي تنبض الآن في إن شاء الله مجلس أمة 2020 باستثناء العنصر النسائي في هذه المرة. فرؤيتكم لهذه التطورات التي شاهدناها مؤخرا؟ يعني هو الآن يعني القصة طلعت الآن ما في عنصر نسائي، وهذه مسؤولية المجتمع المدني ومسؤولية جمعيات النسائية في أنها حقيقة كانت مقصرة في مساندة المرأة وحث المرأة على خوض الانتخابات، وهي تحمل المجتمع المدني مسؤولية كبيرة في عدم يعني مساندة المرأة، وبالتالي طلعت المرأة من انتخابات 2020 في حين أن كان السنوات السابقة في أعداد كبيرة وصلت لأربعة يعني، وبالتالي ليس بنظام الكوتا. اليوم النواب اللي راحوا صاروا إلى الأمة طبعا وفق الدستور وفق اللائحة الداخلية، من اليوم من إعلان المستشار قضاة الأفاضل النتائج هم نواب، لكن لا يستطيع أن يمارس دوره إلا أن يذهب إلى المجلس في جلسة افتتاح الدور الانعقاد الأول يقسم، فمن هناك يكون يستطيع أن يمارس دوره كنائب. الآن نائب هو، وممكن أنا سألت هل راتبه يمشي من اليوم يعني، وفعلا صار من اليوم وليس من أداء القسم يعني، أنا سألت في الموضوع هذا. بالتالي اليوم نواب المواطنين لما راحوا إلى الانتخابات أنا في وجهة نظري أنهم ذهبوا للانتقام، وهذه عبارة أنا استخدمها كثير، لأنهم شافوا بعض النواب قد خيبوا ظنهم في عملية المجلس، وبالتالي ذهبوا للتصويت بكثافة رغم كل المعطيات الواقفة ضدهم من أمطار ومن صبر يعني صبر وقوفهم ومن كورونا. مع هذا كل الناس وقفت، يعني أنا شفت ناس واقفين تحت المطر يعني فقط لأنه يبي يمارس دوره وبتصل. وبالتالي هذا اللي وقف تحت المطر أربع ساعات خمس ساعات مو رايح يختار واحد ما حقق أهدافه وما حقق، لا رايح يختار واحد جديد، وهذا اللي صار أنهم ذهبوا قال إحنا نوقف تحت المطر نوقف في الوقت هذا لكن سنذهب لنختار نواب جدد للمجلس المقبل. وأعتقد أن اختيار هذا النواب الجدد حملوا مسؤولية كبيرة في حوالي تقريبا اليوم 28 واحد يعني دخلوا المجلس، وهذا عدد كبير يعني إن يكون موجودين. لذلك المسؤولية الآن عند النواب الحاليين اللي هم فازوا ونبارك لهم، وأيضا شفنا يعني بكل تقدير القيادة السياسية باركت لهم يعني في الفوز، وأيضا لابد أن نقول شغلة أن تلفزيون الكويت بدعوا في عمليته، كلهم ناس بدعوا، وممكن أنا بلغت حضرتك شلون متميزين كانوا، كان متميز العمل الجام من أكثر من 13 ساعة الناس ما نامت يعني، وبالتالي حتى القضاة والأطباء كل هالناس ساهمت في نجاح هذا العرس الديمقراطي. ويمكن ما يعني شو البارحة البي بي سي الساعة 1:30 من تصنيف فيني، الساعة 6 الصبح من تصنيف فيني، لأن كل العالم مشغولة على الكويت في انتخاباتها في منطقة يعني كلها ملتهبة، وإحنا قاعدين نذهب الانتخابات نصوت بكل ممارس الحق الديمقراطي ديمقراطية نعم. وكذا طبعا الحمد لله فعلا. يعني شيء جميل جدا يعني إن الكويت مستمرة في هذا النهج، نهج الديمقراطي نعم. نهج أسلوب الاختيار الشعب دون تدخل من أي جهة، الحمد لله طبعا إن شاء الله لا يغير علينا أبدا نعم. بهذا الأمن والاستقرار. مثل ما تفضلت حضرتك فعلا أنا كنت في الوزارة في البداية، بعدين رحت حق أحد المقار الانتخابية وشفت العمل كخلية نحل نعم. جميع الجهات المعنية من الداخلية وزارة الصحة الدفاع ما بأقصر بحق أحد طبعا كله. أكيد إخواننا في الإعلام كانوا فعلا نعم. مبدعين يعطيهم ألف عافية. إذا نتكلم إذن عن إذا وجدنا تصميم الدولة على منح الاستحقاق الانتخابي لمرضى كورونا نعم. المستجد، يعني هذه كانت لافتة بصراحة مهمة جدا في هذه الخطوة في هذه المرحلة الاستثنائية. أمريكا ما عملت هذا الشيء، إحنا عشان نعطي حق المواطن وفق الدستور ان اللي حق سوينا له لجنه خاصه، سوينا له مكان خاص انه يروح يذهب ويصوت في الانتخابات حفاظا على سلامه المجتمع، حفاظا على سلامتهم، وحفاظا على سلامه الناس المشرفين على الانتخابات. لذلك هذه كانت يعني انا كنت ضدها امانه الله، يعني كنت لا المصاب لازم ما يروح، لكن الدوله نجحت فيها، ويعني نجاح الدوله هذا يعني يعطي المواطن اهميته، مدى اهميه المواطن في المشاركه في هذا العرس.
ولا الدولة كانت تقدر تقول خلوا كورونا في المستشفيات وخلاص ما نبي نعمل، لكن لا، أصرت على مشاركتهم عشان ما تشوب الانتخابات أي نقطة خلاف، أو لا منعتوا الناس، أو قد يذهب واحد المحكمة الدستورية يقول أنتم منعتوني أن أبدأ صوتي أو أشارك صوتي. وبالتالي يعني أنا أعتقد أن شيء جميل رائع أن الحكومة سمحت لهالمواطنين، هيأت لهم كل وسائل أن يذهبوا يصوتوا في هذه اللجان رغم الخطورة، ولكن يعني هذا حقهم وبدوا شيء هذا. ولذلك هذا مجلس كورونا قاعد يسمونه الان، مجلس كورونا، مجلس الكمامات والقفازات يعني. نعم طبعا اكيد راح تكون فتره جدا مختلفه. شكرا جزيلا لك استاذ حسين عبد الرحمن على هذه التغطيه. فعلا نكرر اذا مباركه الاعضاء الجدد او النواب الجدد ان شاء الله قريبا يقومون بدورهم في الدفاع عن الوطن اكيد. وايضا نكرر الشكر لجميع الجهات المعنيه التي ساعدت بانجاح هذه الخطوه بشكل رائع. فعلا جميع الجهات المعنيه نوجه لهم جميع الشكر. إذن شكرا لكم متابعينا على حسن المتابعة. كانت هذه تغطية لنتائج انتخابات أمة 2020. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.